انا قلت هتقعد عند حسن مع بنتك. ما رحتش يا جبريه، ولما اجي اروح يا اختي هبقى اقول لك. ده يريحك؟ هتاخدي مني الاذن عاد، ما هو بيت بنتك. يا وليه بطلي لقم بقى؟ ليه؟ انا قلت لك حاجه هيفشه، يعني لو قلت لك لا يبقى زين؟ لا طبعا ما يبقى زين، لاني مش هسمع كلامك. انا سالت عليكي قالوا لي قاعده لوحدها، قلت ركبها الهم وبتندب. هقول لك ايه يعني؟ صعبت عليا، سالت عليك غلطان. انا غلطانه عاد، اعوذ بالله منك يا شيخه. ايه بقى انت دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لك عليا معدده يا وليه انت؟ اسمها يا جبريه. انا عفاريت الدنيا صغيره وكبيره عماله تتنطط قدام وشي. عندك يا اختي كلمه حلوه قوليها، ما عندكيش اتكلي على الله وسيبيني في القرف اللي انا فيه بقى. الله! ليه يا حبيبتي؟ ليه يا اختي؟ ليه؟ بعد الشر عليك يا اختي، قولي لي مالك؟ فضفضي يا اختي، ده الهم بعد عنك على القلب يخرسوا. قولي ايه يا حبيبتي؟ حبيبتي انت بتقولي ايه؟ ما بقولش حاجه يروح قلبي. لا لا لا، قولي لي اشكي لي مالك يا اختي، مالك يا اختي؟ عايزه تعرفي؟ عايزه اعرف. قولي. يهمك؟ طبعا، وانا عندي غيرك في الدنيا. البت شهد خوفتني وقالت لي يا ماما القضية لابساكي لابساكي من أي لابسة النيلة، وأنا يا أختي مش عارفة أعمل إيه. هتعمل إيه؟ هتاخدي إعدام؟ كتر خيرك. يلا الأمر إلى الله. عارفة البت سينا دي كان لازم لها رصاصة ونخلصوا منها، بس أرجع أقول لك أنت اللي غلطانة يا كريمة. غلطانة في إيه بقى إن شاء الله؟ اللي يعمل عملتك دي يسيبش وراه ديل. قالوا لك يا اختي عليا قتلت قتله، ولا كنت ضامنه البت سينا دي تطرطش بالكلام كده وبتحكي كل اللي حصل؟ لا، الناس تضمنش يا اختي، هو انا اللي هقول لك. صحيح عندك حق، شوف مين اللي بيتكلم. معلش خلي بالك النوبه جايه. لو النبي ايه؟ طبيبي خلي بالك انت يا جبريه. بالك يا كريمه، ايه الحل؟ ايه؟ ندفن البت سينا دي بالحياة ونخلصوا منها. صدقي عندك حق يا جبرية، بس نعملها ازاي دي؟ لا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا 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 لا، احنا سيبنا على ربنا، هو اللي يتصرف براحته. أعوذ بالله، أعوذ بالله. ونعم بالله، يسمع منك ربنا، يفك دقيقتي يا رب. ولا ما يفكش، هو حر، ما تعملي قهوة. هيفكها إن شاء الله. اعملي قهوة يا ولد. ما تشخطي ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فينك يا ابوي؟ فينك تاخدني في حضنك تحسسني ان الدنيا حلوه ولسه فيها خير؟ صح، اللي ملوش اهل حاله عدم. يا ريتني كنت سمعت كلامك، يا ريتني حافظت على بيتي، يا ريتني حطيت مروان في عينيا وخدت بنصيحتك، حطيت روحي بيني وبين امه. هو في حد في الدنيا دي كلها يعاشر جبرية ولا يحبها؟ بس أنا اللي خايبة. جلي ما تحطيش نفسك مع أمي في ميزان. لما تحط أبوي في ميزان مع مروان اخترت أبوي، فكرتش لحظة. يبقى كيف يعني أقول لأمك وأنا في ميزان واحد؟ إيه الغباء اللي أنا كنت فيه ده؟ روحي يا جبرية، الله يحرجك بجاز يا بعيدة. استني، عاوزه اتكلم معاكي. عندي صداع، ما عاوزاش اتكلم مع حد. هو انت فاكره ان انت هتوصلي لاي حاجه باللي انت بتعمليه ده؟ يعني انا اخلص من جبريه تطلعي لي انت؟ بقول لك بعدي عني، انا ما طايقاش روحي. لا، هتقعدي قدامي هنا زي الكرسي ده؟ اقعدي يا بت.
وهتسمعيني، البيت ده بيت محرم وبيتي دلوقتي. انت ضيفه هنا يا ماما، انت فاهمه؟ وكان جوزي يعني ليا في البيت ده زي ملكي، وما هسيبش حق في مهدي. مهدي اللي انت قتلتيه؟ اللي قتلناه. نو اللي انت قتلتيه. اوعي تفتكري ان عادل هيصدقك يا حبيبتي. عادل ده عامل زي الخاتم في صباعي، ما بيعملش اي حاجه غير لما انا اقول له عليها. طب اقول لك على حاجه كمان بجد مش هتصدقيها. قولي. عادل جه وقال لي، قال لي ان انت رحتي له وحكيتي له كامل ان انا رحت لصوفا وقلت له يفك فرامل العربيه عشان اموته. بس انا عارفه هعمل ايه بقى؟ هجيب له صوفا لحد هنا. اي والله هجيبه لحد هنا وهيحكي له ان هو ما شافش وشك اصلا لانه كان بره البلد، ده حتى ما شافش امه. عارفه انا حفره قبرك بايديا، بس انت وقتك لسه ما جاش. طب اعمل حسابك عشان هننزله سوا. لا هتنزلي لوحدك يا حبيبتي وهشوفك قدام عيني عامله زي الفرخه الدايخه كده عماله تكاكي، ومش هتصعبي عليا خالص، وهتفرج عليكي من بعيد واضحك كمان. طب على فكره عادل صدقني، وخدي بالك من اللي جاي عشان انت اللي لما تكاكي ما هتصعبيش علي. هو عادل في المكتب؟ اي عليا في المكتب. طب بالاسم. عبيطه بجد. لساك مصدق ريم؟ المفروض اصدقك انت مش كده؟ لا تصدقني ولا تصدقها، صدق روحك. انت خايف منها عشان عاجز وقاعد على كرسي؟ شايفها رايحه جايه عماله تخطط وتدبر، وانت لا حول ولا قوه. ريم دي اصلها عقربه تلدع اللي يشيلها فوق راسه بعد ما تاخد اللي هي عايزاه. اسالنا انا. طب سيبك من ريم دلوقتي وخلينا في اللي انا هسألهولك. اتجوزتي مهدي ليه؟ استني هنا يا ناديه ما تقوميش. عيب تقومي وانا بكلمك. ايه؟ مش عايزه تتكلمي ولا خايفه؟ خلاص يبقى مش انا اللي خايف من ريم، انت اللي خايفه منها. اصل انا عارف ريم شوكتها قويه قوي وما بتديش اي حد اي حاجه غير اللي هي عايزاه. ولا حول الله يا رب. انت حاسه ان انت متكتفه ومتأيده، هي مكتفاكي مش عارفه تفلفصي منها، فانت عايزه تخلصي منها علشان تنفذي كل احلامك مش كده؟ انا لما بنبهك مش بنبهك عشان انا بكره ريم ولا عشان خايفه منها، انا بنبهك عشان انت صعبان علي وعشان انت والد مهدي، عشان عايزه اكفر عن اللي عملته. عاوز تعرف انا اتجوزت مهدي ليه؟ عشان شاف في ناديه اللي محدش شافه، خدني في حضنه في الوقت اللي كل الناس بعتني وغدرت بيه، قال لي ما تخافيش لما الخوف كان مالي قلبي، ما كنتش شايفه قدامي غير حبل المشنقه وبس، قال لي هعيشك دنيا جديده وهخليكي واحده تانيه. وحصل، خدني من مكان ضيق كالدخور من الابره لدنيا واسعة كلها براح عمري ما عشته ولا شفته. كل اللي حوالينا أبوك كانوا بيكرهوه عشان كان جوي، كانوا عايزين يوجعوه عشان يركبوا مكانه، بس هو ما ادالهمش فرصة، وقف قدام ريم ومحرم وحطهم في المكان المناسب. كان مجننهم، كان بيتحكم فيهم كيف اللعبة، وحطني فوق راسه. حسيت معاه اني ست ليا بيت وليا كلمه، حتى لما عذبني عشان عقله شت لما افتكر اني شغاله مع محرم عشان برضه كان بيحبني. مهدي حبني الحب اللي انا ما فهمتوش. خد بالك اوعى قلبك يتحكم فيك مع ناس ما تعرفش غير المصلحة والدم.